9 مشاركات سابقة، تخيل لم يحقق اليماني أي انتصار يبحث عنه في مباراة اليوم. جول الله الله يا يماني، الله على الكرة والمحاولة الماضية، والله على ردة الفعل من نواف، الله على ردة الفعل من نواف لاقيتي في المكان المناسب. حارس مرمى نادي النصر يتدخل وينقذ مرمى المنتخب السعودي من المحاولة الأخطر في البطولة إلى الآن. في البطولة هنالك محاولة وتسديدة من ضرغام اصطدمت بالعارضة للمنتخب العراقي، لكن هذه في مواجهة المرمى، في مواجهة المرمى. شوف العرضية، شوف المحاولة، يا الله يا الله، أي فرصة تلك التي أضاعها أحمد ماهر، أي فرصة تلك التي أضاعها أحمد ماهر، فرصة التسجيل للمنتخب اليمني.